أستاذ خضير مدير قسم تربية بيجي، حياك الله وبياك ومسرورين حقيقة بلقياك. بسم الله الرحمن. ماذا عندك من رسالة المحبة والسلام؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. العم الشيخ أبو دريس المحترم، الأخ أبو فرقان، بارك الله بيك المحترم. تسلم. شيوخنا الأفاضل، السادة الحضور، كل حسب مقامه، يسعدني ويشرفني حضوري هذا اليوم بينكم. بارك الله بيك. بدعوة كريمة من قبل العم الشيخ أبو دريس لنلتقي بهذه الوجوه الكريمة. الله الله الله. ونشكر العمام الأعزاء بما تفضلوا به من كلام. واليوم أنا بصفتي مدير قسم تربية بيجي، ما شاء الله، نستغل وجود قناة سامراء الفضائية، بارك الله، لحقيقة نطمئن ونناشد. الله الله الله. يعني رسالة اطمئنان ومناشدة لقضاء بيجي. نعم. قسم تربية بيجي حقيقة يمتد من قرية البطعمة امتدادا إلى قرية النمل، ومن قرية اللقلق إلى ناحية الصينية. يا الله. عاد قسم تربية بيجي إلى القضاء في 1/7/2018، ما شاء الله، وتم إعادة جميع المدارس بجهود جبارة من أخوة المعلمين والمدرسين والمشرفين الإداريين والتربويين وشيوخ ووجهاء قضاء بيجي وقائد مقام بيجي ومجلس قضاء بيجي، كي لا ننسى أي واحد إن شاء الله. كلهم وقفوا معي وعادت جميع المدارس، فنطمئن أهلنا في قضاء بيجي بأنه التعليم في قضاء بيجي يمشي على قدم وساق. ما شاء الله. هذه مناشدة طمأنان وناشد أخواننا الذي من الملاكات التعليمية والتدريسية. نعم. الذي هي في ممثليات التربية، وزارة التربية في أقليم كردستان، منها في أربيل وكركوك والسليمانية، حقيقة عدد هائل جدا، هو 1300 معلم ومعلم ومدرس ومدرسة، ما شاء هم الله. موجودين ما شاء الله. في أقليم كردستان، وقضاء بيجي يخلو من الملاكات التربوية التعليمية والتدريسية. الله الله. فنناشدهم بالعودة إلى قضاء بيجي، هذا القضاء قضاءهم، قضاء القضاء الحبيب، قضاء بيجي. أيوة الله. بالعودة ولكي يقوموا تدريس أطفالنا وتلاميذنا وطلبتنا من أهالي بيجي، لكون قضاء بيجي بحاجة ماسة إليهم.